أنا بشير الصيداوي من الغوطة، يعني من دومة. بالغوطة كنا بأسات كبيرة وكتير صعبة، يعني الواحد بس يطلع من البيت بتوده مشروع شهادة، يعني ما بنشعر ولا ارتحنا بحياتنا من 7 سنين لهالوقت هذا ارتحنا الحمد لله من القصف. كتب لي عمر راحت اجري هاي، واجري هاي انضرب العصب تبعها، صلى هي 2.5 3 سنين صلى، وايدي وعيني. تعشينا ما لقيت لك الا قال لي صهري الضرب صار قريب علينا كثير كثير كثير. قلت له الله بيحفظنا، بس هالكلمه هي حكيتها. ما لقيت الا شيء البلوك يتطاير علي مطايره، فثلاث طوابق نزلوا علينا والحمد لله الله انقذنا. واجت مرتي ما رضت تتركني لحتى حسني طالعني، لحتى اجى الدفاع المدني. اللي يا بوت انا وياك، هذا قلت لك شوفي اولادنا، لك روح شوفي اولادنا، اتركيني انا لانه انا ما بحسن امشي، وصيرت تشدني وبدي امشي. والحمد لله اجى الدفاع المدني الله يحفظ لنا اياهم يا رب، حملوني وطالعوني. دحنا في غوطة، بالغوطة قبل الحصار، قبل ما تصير هالثورة هاي، كنا نستنى رمضان يعني كعيد إلنا، يعني ننبسط نحتفل فيه كثير 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 من فوق ما تتصور، يعني ما نستناه فارغ الصبر. وبرمضان بالثورة كمان يعني كمان له بهجة، انه لساتنا قاعدين ببلدنا. والله شعور، هو انا اجيت من بلدي دوما اجيت على بلدي حلب هون، لانه انا ما في عندي غربه، لانه لساتي انا ببلدي. والحمد لله عندي شعب سوريا كلياته طيب وعايش على الفطره، يعني بحب السلام لكل الناس.